حياكم الله أخوكم بدر المسيب من متحف المحنطات في جدة جنجل موسم جدة 2022. مشاركتنا هنا اليوم احنا كمؤسسة المسيب مؤسسة عائلية هوايتنا التحنيط من أكثر من 25 سنة، شاركنا بأكثر من 250 قطعة محنطة في المتحف. حقيقة لقينا جدا إقبال كبير من الزوار، ومن الزوار بكل الأعمار، أنا أقصد أنه الصغار والكبار جدا مبسوطين من طريقة العرض والتنظيم. أتحنا فرصة حقيقة لكثير من العوائل أنهم يقدروا يتعرفوا على الكائنات عن قرب، يقدروا يلتقطوا الصور أيضا التذكارية مع الأسد أو الجمل أو جميع الكائنات المحنطة الموجودة عندنا هنا. نهتم جدا في عملنا حقيقة بالجودة وبالاحتراف، أنه شغلنا يكون يخدم عمر طويل من غير ما يتسبب أي مشاكل كجلد طبيعي. بنفس الوقت أنه نهتم جدا بالتفاصيل، الكائنات هذه كيف طبيعتها وهي حية، كيف شكلها، كيف تفاصيل ألوان العيون ومقاسات الجسم وأبعاده والنسب فيها. نعم، إحنا في المجال لنا أكثر من 25 سنة. بدأت الهواية كهواية حقيقة عن شغف وحبنا للحيوانات والكائنات الحية على مستوى العالم. من كثر حبنا وشغفنا حقيقة بالكائنات الحية حتى اللي يموت منها حرصنا أنه نستفيد من جلده بشكل علمي وبشكل طبيعي، أنه نحافظ عليه ويخدم الجهات العلمية أو الجهات أيضا تجميلية زي الديكورات، استخدامها في الديكورات، استخدامها في كثير من الأمور اللي تجمل المكان وتضيف له لمسة فنية طبيعية في نفس الوقت. حقيقة إلى الآن إحنا نواجه كثير من الصعوبات في مجال التحنيط، من ضمنها الحصول على جلود الحيوانات النافقة من المحميات أو من المزارع الخاصة والحدائق. أصبحت الأنظمة شوي فيها تعارض نوعا ما. إحنا ضد الصيد، ضد قتل الحيوانات بأي شكل كان، نحب نشوف الحيوانات هذه عايشة في بيئتها الطبيعية، ولكن زي ما يعني ذكرت سابقا أنه من كثر حبنا لها حريصين أن نحصل على أي جلود تموت بشكل طبيعي داخل الحدائق أو المحميات والمزارع الخاصة. مصادرنا إلى الآن محلية، في نسبة استيراد ولكن جدا ضعيفة بسبب أنه لم نستطع إلى الآن يعني إصدار التراخيص اللازمة لاستيراد الجلود هذه من الخارج. عندنا طموح حقيقة، عندنا طموح وعندنا حلم جدا كبير. مشاركتنا اليوم في موسم جدة يعتبر حققنا بداية الحلم، وزي ما يقولوا مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة، إن شاء الله أن تكون هذه الخطوة هي البداية. نطمح أنه ننشئ المتحف الأول من نوعه على مستوى المملكة والخليج والعالم، يكون يضم جميع كائنات الطبيعية بالمعلومات وبالمؤثرات الصوتية، أيضا بالأقسام والأجنحة المصاحبة للمتحف كورشة عمل لتدريب التحنيط للزوار أو للجامعات أو للمدارس، يكون مزار حقيقة للسياح ولطلاب المدارس والجامعات أيضا، ثقافي تعليمي أيضا ترفيهي. نفتقد حقيقة في المملكة لهذا النوع من المتاحف، وخاصة في ظل الرؤية 2030 وتوجه حقيقة للعالمية وتوجه لاستقطاب السياحة من جميع أنحاء العالم. من وجهة نظرنا نحتاج حقيقة متحف بهذا النوع والتنوع داخل المملكة.